المركب حاجه بتخبط فيها من تحت زي مفارقه، زي حاجه بتفرقعها يعني، حاجه مفرقعات يعني، بتخبط وطك طك بوم بوم، لدرجه ان فجاه لقينا المركب فعلا بتميل، بس بتميل على الجهه ايه، احنا كنا قاعدين على اليمين بقت على الشمال، فجاه لقينا كل اللي كان على اليمين بقى على الشمال بيترمى فوق بعضه، وكله بيصرخ وكله بيجري ماشي، واحنا خلاص يعني المركب بتميل على جهه الميه، وجهه الميه تقلت، فبالتالي كل ده هتبص تلاقيه بقى ايه وقع، احنا خلاص على وشك ان احنا نقع في الميه، لان الشبابيك شويه شويه بتقرب للميه، فكله كان خوف ورعب وفزع يعني. وانا بقى انا بقى يعني بشك مليون في الميه ان المركب مش ما كانتش ثابته الثبات اللي هو يعني يعني ممكن تقوم مثلا فرح عليها او حاجه زي كده، لا يعني كويس ما كانش عليها فرح او كده يعني، الحمد لله كان الزباين اللي كانوا عليها مش كتير يعني، لو كان كتير كانت غرقت، كانت فعلا كانت غرقت، والوزن بتاعنا زاد على جهه الميه، كان وقع كنا غرقنا. يا اما كان مثلا لا قدر الله حصل حريق، لان الانابيب كانت جنبنا برضه، والحمد لله هم لحقوا فصلوا النور، عرفت؟ فلما فصل النور هدينا شويه، بس بقى كان في ذعر وكده وفزع، والناس خبطت وناس وقعت وناس رجلها يعني، واحده تقول لي انا رجلها اتكسرت، والثانيه تقول لي انا ايه، انا فعلا كوعي بوجعني جدا دلوقتي، وعايزه اروح اعمل عليها اشعه، والحمد لله يعني، الحمد لله ان احنا طلعنا منها كده، الحمد لله يعني. الحمد لله والله. حاله الهرج والمرج ديت ايه، ايه اللي حصل؟ بخاف يعني، الناس خايفه، الناس خايفه ومرعوبه، واقول لك خلاص يعني، هي ما دام احنا جينا على الجهه الثانيه، الجهه الثانيه ديت تقل عليها، وبعدين تقل كان ايه يعني جنب الميه، فلو شويه شويه هتبص تلاقي تيجي عند الميه خلاص المركب بتغرق، شيء طبيعي لان ملت ملة قويه، فجاه مره واحده حدثت. طبعا يعني المركب قدامنا على طول يعني. يعني المركب لف شويه. المركب اتحدفت خلاص على النيل بقى، واحنا وبالتالي كميه الناس اللي هي قاعده وكده خلاص بقى بتتحدف فوق بعض، كله بتحدف بتعمل تقل، فبالتالي خلاص السلم بقى بتاع النزول السلم صغير، بس هو السلم بتاعها صغير، وطبعا المجموعه كبيره كله فوق بعضه يعني، كويس يعني، في واحد يعني ربنا يستره يعني الحمد لله كان واقف على السلم بقى ياخد بايدنا، لان احنا بنتزحلق، احنا نيجي يعني نيجي نطلع في القهوه بقى اتدلقت ومش عارفه ايه ومشروب عصير وحاجات زي كده، فبتتزحلق للدرجه ديت يعني، الميل كان كبير الميل كبير، فبتتزحلق كل ما تقوم تتزحلق، بالتالي كله يتراكم فوق بعضه تاني، بعد ما نقوم نرجع تاني نتخبط ونخبط في الترابيزات، والترابيزات علينا يعني كارثه بكل المقاييس يعني، كارثه، كويس ان احنا عدينا منها يعني، كان موت محقق، يا اما غرق يا اما ممكن السفينه دي
سكت وانا ولعت. طب الكهرباء فصلت بعد ما نزلتوا ولا انتوا؟ لا واحنا بننزل واحنا بس النزول كده الكهرباء فصلوها لان يعني الكافيه كان بينا والانابيب وكده كان الدنيا ممكن تضرب في بعضها. يعني الكهرباء فصلت والدنيا قفلت هدت بقى بس ايه احنا خايفين رعب عايزين نخرج لان ممكن تبقى خلاص قلنا هتقع في الميه لو وقعت كله غرق. صحيح. انتوا اول مره تروحوا كنا اول مره نروح يعني في افتتاح كان اول مره حفل افتتاح ده كان حفل افتتاح ده معلومه جديده في ده كان حفل بيقولوا حفل افتتاح على ما بنسمع يعني اول مره ان احنا نروحها يعني قلنا نجربها يعني سبحان الله يعني الحمد لله والشكر لله ان الحمد لله الناس طلعت بخير وكده بس ظهروا كارثه بكل المقاييس يعني الحمد لله. اول حاجه سمعتوها الفرقعه كانت جامده جدا تحت تخبيط وفرقعه وبوم وتكسير يعني انا قلت اكيد مليون في المية دي القاعده دي اتكسرت يعني القاعده اللي واقف عليها من المركب مكسوره اتكسر لان طخ 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 وبوم بعدها هوب راحت ميله على طول. طيب يعني معانا الدكتور